حذرت الرئاسة الفلسطينية من عواقب قرار واشنطن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيما أكدت اللجان الشعبية التي تدير مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة، أكدت أن القرار يستهدف القضية الفلسطينية ككل. من جهتها نددت وكالة الأونروا بقرار واشنطن قطع المعونة عنها، رافضة الانتقادات الأمريكية الموجهة إليها. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت يوم أمس عن وقف تمويل الأونروا، متهمة الوكالة الأممية بأنها منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه. تتعاقب القرارات الأمريكية الواحدة تلو الأخرى، والمستهدف في آخرها اللاجئون الفلسطينيون، إذ أعلن البيت الأبيض وبشكل رسمي وقف تمويله لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بالكامل. قرار أثار موجة استنكار ورفض على المستوى الرسمي والشعبي. لا يخشى الحاج إبراهيم، وهو شاهد على النكبة، وقف التمويل، ويقول إن الخشية فقط من تبدد أملهم بالعودة. في واحد مسؤول عن الجميع. احنا مسلمين أمرنا لله، لا للإنجليز ولا لأمريكا ولا للعرب ولا للإنجليز، مسلمين لربنا. صرنا 70 سنة مهاجرين، شو سوينا التعليم والصحة وغيرها؟ كلهم كذابين ودجالين. السلطة الفلسطينية في بيان لها قالت إن وجهتها القادمة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمواجهة القرار الذي يشكل اعتداء على حقوق الفلسطينيين. أما شعبيا فالوضع ينذر بتصعيد، شرارتها المخيمات بتنظيم مسيرات رافضة لتصفيتهم. هي راح تأثر على كل برامج الوكالة، أولها التعليم والصحة، لأنهم هددوا بداية السنة أنه ما مش راح يكون عام دراسي جديد، وفي تهديد أنه ما يكملوش العام الدراسي أصلا. فهذا راح تأثر طبعا على التعليم والصحة اللي أصلا فيهم تقليص وفيهم نقص وفيهم شغلات كثيرة. تعد الولايات المتحدة الممول الأكبر للأونروا، إذ تدفع سنويا ما مقداره 364 مليون دولار لدعم الخدمات في المخيمات، أوقفتها رسميا اليوم بالكامل. هذا المخيم بلاجئه ومعهم 60 مخيما داخل فلسطين وفي الشتات شاهدون على النكبة وعلى الفصل الجديد منها القائم على إنكارها، ويدفعون اليوم ثمن حرب بدأتها الإدارة الأمريكية على اللاجئين الفلسطينيين عنوانها الأونروا. يارا العملي، التلفزيون العربي، من أمام مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن سعيد عرقة الكاتب الصحفي، كما ينضم إلينا أيضا من غزة الدكتور عدنان أبو عامر رئيس قسم العلوم السياسية للإعلام في جامعة الأمة. مرحبا بكم. أبدأ معك أستاذ سعيد عرقة، برأيك إلى أين تسير واشنطن بهذه السياسات؟ هل ترامب يدرك فعلا عواقب هذه السياسة؟ بكل تأكيد إدارة ترامب التي تدار من قبل غلاة المؤيدين لإسرائيل كوشنر وغرينبلات وفريدمان، هؤلاء هم الذين يديرون السياسة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هم يتجهون نحو ما يعتقدونه بأنه الإجهاز أخيرا على ما تبقى من القضية الفلسطينية من وجهة نظرهم. هذا ما يسعون إليه، هم يريدون أن يدمروا هذا المسار، يريدون أن يلغوا حق العودة بالكامل، يريدون أن يقولوا أنه ليس هناك شيء اسمه لاجئ فلسطيني إلا مجموعة بسيطة جدا من الذين خرجوا عام 48. هذا الهدف على طريق الإجهاز على القضية الفلسطينية من وجهة نظرهم. فإذا رأينا عبر العام منذ قدوم هذا الرئيس، ما رأيناه هو أنه أولا استقبل نتنياهو إلى البيت الأبيض وتخلى فعلا عن حل الدولتين الذي كانت تتشدق به الإدارات فيما بعد، ومن ثم اختلق ما قيل عنه صفقة القرن، ومن ثم اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ومن ثم بعد ذلك قطع المساعدات عن الأونروا على طريق إنهاء حق العودة. فإذا هذا هو بيت القصيد كما ذكرت، وهذه هي حقيقة
نعم نعم نعم, نعم. هذا هذا هذه هي صفقة القرن كما ذكرت. هذا هو بيت القصيد, صفقة القرن. أذهب إلى الدكتور عدنان أبو عامر من غزة. هل بات منع المساعدات عن الأونروا سلاحا آخر يسلط على رقاب الفلسطينيين للقبول بهذه الصفقة, صفقة القرن, ولحشر حماس في الزاوية كي تقبل مكرهة بالإملاءات الأمريكية؟ مساء الخير جمال أستاذ سعيد. مساء الخير. شوف, المسألة لها أكثر من شق. الشق الأول هو شق بعيد المدى المتعلق بوضع حد لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها إحدى الشواهد الأساسية على تاريخ القضية الفلسطينية من جهة. من جهة ثانية التسريع بإعلان صفقة القرن كأحد مؤشرات نهاية القضية الفلسطينية بالتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, واللاجئون يضعون عقابة كأداء ما تسوية هذه الصفقة. الثالثة ولعلك مهمة ذكرته أستاذ جمال حول رغبة الأمريكان والإسرائيليين بالضغط على حماس أكثر فأكثر, في ظل أن معظم العقوبات والإجراءات والتقليصات تتعلق باللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل أساسي. نعم. مع أن قطاع غزة يعاني أساسا من حصار مطبق منذ 12 عام تقريبا, وهناك أوضاع معيشية غاية في السوء في السنوات الأخيرة. إن أردت أن أزيدك من الشعر بيتا أقول لك التالي: في الأيام الأخيرة مع بدء العام الدراسي في قطاع غزة أعلنت الأونروا قرارا غير مسبوق بمنع إعطاء الطلاب للقرطاسية اليومية للاجئين الفلسطينيين. القرطاسية تشكل للطالب 10 دولارات سنويا, ولو كان عند كل لاجئ فلسطيني 4-5 أولاد يعني نتكلم عن 50 و100 دولار, وهذا مبلغ كبير. النقطة الثانية أن وكالة الغوث اليوم فقط, اليوم السبت الأول من سبتمبر, أعلنت أن عدم استيعاب أي طلاب آخرين غير لاجئين في مدارسها بعكس ما كان وضع عليه خلال 50 عاما الماضية. هذا يعني أننا أمام إمكانية عرقلة العام الدراسي بشكل جدي أو بشكل أو بآخر في ظل إضرابات قد تعينها. نعم. أولياء لجان أولياء الأمور في قطاع غزة, ولذلك هذه الإجراءات. نعم, قالت أنها تتخوف حتى من إغلاق المدارس في غضون شهر واحد من بداية العام الدراسي. عودة صحيح سعيد عريقات, يعني هل ترامب هنا يغرد خارج السرب بمفرده أم يوجد انسجام ويوجد قبول من طرف المؤسسات الأمريكية على هذه السياسة والرأي العام الأمريكي أيضا؟ هناك فرق بين الرأي العام وبين المؤسسات كما ذكرت, وأنت محق. المؤسسة الكبرى وهي الكونغرس تؤيده تماما, فهذا الكونغرس هو كونغرس جمهوري, هو مدان بالمعنى المالي والدعم المالي من قبل اللوبي الإسرائيلي. شيلتون هادلسون خصص الأسبوع الماضي فقط 25 مليون دولار للحملات الانتخابية المقبلة في الانتخابات النصفية. فإذا الكونغرس نعم يؤيد الرئيس ويؤيد نتنياهو, ونتنياهو له شعبية تامة, وهم يريدون إنهاء القضية الفلسطينية ويريدون إلغاء حق العودة, لأنهم يعتبرون أن إذا ما مورس حق العودة ستنتهي إسرائيل. هذا هي وجهة نظرهم, وبالتالي يبدأوا بالحلقة الأضعف ومن ثم يتوجهون إلى النقطة التي تليها. لكن بكل تأكيد الرئيس عندما اتخذ, الرئيس ترامب عندما اتخذ هذه الخطوة, هو تخلى عن المسار السابق. الولايات المتحدة هي جزء من الذي من المجموعة التي أسست الأونروا. الولايات المتحدة هي جزء أساسي من المجموعة التي قالت أن القدس الشرقية محتلة. نعم. هي التي طالت بحل هو الدولتين. من كل الاتفاقيات ومن كل الالتزامات السابقة. نعم, تنصل من كل الاتفاقيات, وأنا في تقديري أن هناك نوع يشير إلى إخفاقات القيادات الفلسطينية السابقة والحالية في التعامل مع هذا الأمر, حيث جاء قطع المساعدات ليس فقط عن الأونروا بل أيضا عن السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي. صحيح. جاء ليتزامن مع العيد 25 لاتفاقات أوسلو. فإذا كان هناك غياب للرؤية السديدة, وفي تقديري لا زال هذا الوضع قائم. الخطوة المهمة من الطرف الفلسطيني كي يحبط هذه المحاولات وهذه المؤامرات هي المصالحة الحقيقية. يجب أن يكون هناك مصالحة وطنية حقيقية, ويجب أن يكون هناك عودة إلى البرنامج الوطني. أعود إلى الدكتور عدنان أبو عامر, أي تداعيات برأيك لهذا القرار؟ وزير الخارجية الأردني حذر اليوم من عواقب وخيمة لهذه الخطوة, قال إنها ستؤثر حتما ليس فقط على الفلسطينيين ولكن أيضا على الاستقرار في كامل المنطقة.
هذا تحذير يشترك به أيضا بعض الإسرائيليين. هناك خلاف لم يعد خفيا بين المؤسستين الأمنية والعسكرية من جهة والسياسية والحزبية من جهة أخرى. العسكر الإسرائيليين يعتقدون جازمين أن استمرار أزمة الأونروا والضغط أكثر فأكثر على اللاجئين الفلسطينيين قد يدفعهم باتجاه الذهاب إلى حدود قطاع غزة مع إسرائيل وهبة شعبية في الضفة الغربية باتجاه مخيمات اللاجئين. وهذا يعني اندلاع هبة شعبية تحت عنوان عدم إغلاق الأونروا. أكثر من ذلك، في حال استمرت هذه الأزمة بصورة أو بأخرى، هذا أننا أمام إمكانية أن تنطلق هبة شعبية ميدانية أكثر تحت عنوان اللاجئين الفلسطينيين، وهذا قد يستدعي انتفاض لاجئون فلسطينيين في لبنان، في سوريا، في الأردن. ولذلك كان تحذير الأردن لافتا على اعتبار أن هناك ملايين فلسطينيين لاجئين في داخل المملكة الأردنية الهاشمية. النقطة الأخرى والأهم من ذلك، أننا أمام بالفعل طي صفحة الموضوع اللاجئين الذي لم يجرؤ أي رئيس أمريكي سابق على الاقتراب منه في ظل أوضاع فلسطينية غاية في السوء، أوضاع عربية كما ترى متبعثرة، ووجود إدارة أمريكية تقف على يمين اليمين الإسرائيلي في هذه المرحلة. لذلك نحن أمام استحقاق جدا صعب قوي. ولذلك إن لم يكن هناك حالة من التضامن الفلسطيني الداخلية سواء بالمصالح الوطنية أو بقرارات سياسية من قبل المستوى السياسي الفلسطيني من قبل الرئيس تحديدا، هذا يعني أننا قد نكون أمام الفعل جرأة أمريكية غير مسبوقة بطي هذه الصفحة والانتقال إلى موضوع آخر. فقط قبل ساعات قليلة تسيف ليفني رئيس المعارضة الإسرائيلية قالت علانية هكذا وهي من حمام السلام أن الفلسطينيين إذا أرادوا الذهاب إلى حل الدولتين لشعبين عليهم أن ينسوا حق العودة. لماذا؟ لأن حق العودة يعني خراب دولة إسرائيل في ظل أغلبية اللاجئين الفلسطينيين من الناحية العادية والديمغرافية. أشكرك جزيل الشكر دكتور عدنان أبو عامر رئيس قسم العلوم السياسية والأعلام في جامعة الأمة، كنت معنا من غزة. كما أشكر أيضا أستاذ سعيد عريقات الكاتب الصحفي من واشنطن.